النهاردة هعمل الوصفة الأقرب إلى قلبي، الوصفة اللي أنا بعملها بمزاج جدا، ويعني حاجة أنا بحبها بصراحة، أكتر وصفة أنا بحب أعملها، ويعني ممكن أقعد أتكلم عليها كتير بس من الكلام مش هيخلص. النهاردة هنعمل حتة تيبون ستيك. الستيك أنواع، في أنواع بحر، يعني حاجات أنواع كتير. احنا النهاردة واخدين نوع من أنواع الستيك اسمه تيبون، هنعمله بتسوية. التسوية دي حاجة عشان أنا عارف هيجي الكلام كتير والتسويات ومش عارف ايه، هنتكلم واحدة واحدة كده ونفصص الدنيا ونعمل واحد تيبون عظمة. اتفرجوا علينا وتابعونا. معنا بقى دلوقتي ايه الطاسة بتاعت الستيك، نسيبها بقى تسخن كده لحد لما توحوح. على ما الطاسة بقى تسخن، عشان دي طاسة كاست ايرون تقيلة جدا فبتسخن في وقت، هنتبل حتة التيبون الستيك. بس قبل ما تبل انا عايز اقول لكم حاجة، في ناس بتعرف التسويات عن طريق ايديها، هتقول لك كده مش عارف ايه وكده مش عارف ايه، انت تقدر تعمل سيرش على جوجل وتعرف التسويات الميديم ويل الويل يا ويل الويل دان مش عارف ايه، الحاجات دي كلها انت ممكن تعرفها، لان انت اللي هتحكم عليها بمزاجك حسب ما انت بتحب تاكلها. كويس، بس انا في نقطة واحدة بس هي اللي عليها الافلام كلها، ان اللي بينزل من حتة اللحمة اللي انت بتشوفه لونه احمر ده مش دم، ده لون البروتين اللي موجود في حتة اللحمة. النسيج بتاع اللحمة لونه احمر لان البروتين اللي جواه لونه احمر، تمام؟ فأيا كانت التسوية اللي احنا هنعملها، اللي هينزل من التسوية ده مش دم، اتفقنا؟ من كتر ما انا بحب حتة اللحمة دي انا هشتغل فيها بايدي من غير جوانتي، بس المفروض حتة اللحمة تكون بدرجة حرارة الغرفة. فاحنا هنعمل اول حاجة، هنجيب كده ايه منديل، لو في رطوبة عليها او حاجة هنقوم ايه مسحينها علشان خاطر لما نتبل. يلا هنجيب حتة زيت سيكا عشان خاطر بس التتبيلة تلزق عليها. نمسش بقى كده حتة اللحمة بروقان، شوية ملح، ياريت يكون كده ايه زي ما انتم شايفين، شوية ملح خشن وشوية ايه فلفل مجروش، تمام، جرشة خشنة كده زي ما انتم شايفين. تبلنا، نعمل بقى كده مساج. احنا ليه حاطين ملح خشن وليه حاطين فلفل مجروش؟ علشان خاطر مش عايزين نلون، دي نقطة. تاني نقطة، علشان خاطر الفلفل لما يكون مجروش والملح لما يكون خشن الطعم فيهم بيكون أقوى وأحلى. فاحنا عايزين بقى حتة لحمة، بص ما فيهاش أي تتبيلة، ما فيهاش أي اختراعات، مفيش أكتر من شوية ملح وشوية فلفل بس. هنحطها بقى كده دلوقتي من غير أي حاجة خالص، هتنزل في الطاسة زي ما هي، أول وش هتنزل عليه هتقعد 4 دقايق. سمعت صوت الدش؟ لازم تسمع الصوت ده وانت بتنزل الستيك. ليه 4 دقايق؟ 4 دقايق دي علشان خاطر هتطلع حسب التسوية اللي انا بحب اكلها بيها. لو انت بتحب تسويها قوي هتزود عن ال4 دقايق، لو انت بتحب تسويها اقل هتقلل عن ال4 دقايق. بس هي الموضوع مش 4 دقايق بس، ده 4 دقايق على كل وش، يعني تابعونا. دي كده اول 4 دقايق في الموضوع. دي دلوقتي تاني 4 دقايق، هننزل بقى بزبدة، حبة زبدة كده ايه حلوين، احط عيدان روزماري هنا وفصين توم. دلوقتي هنعمل حاجة اسمها بيستين، او زي ما انا بقولها كده سقسقة. هنميل الطاسة تقيلة شوية، هنميل الطاسة دي كده وناخد بقى من اللي بينزل ده ونطلعه. احنا حطينا روزماري فوق حتة اللحمة مع حتة زبدة، تمام؟ نميل كده ونعمل سقسقة. ادي تاني 4 دقايق، احسب معايا كده اول 4 دقايق ودول تاني 4 دقايق، وبعد كده هننزل ايه؟ هنعمل دقيقتين تانيين. الدقيقتين التانيين هنعمل فيهم ايه؟ هنجيب حتة اللحمة الحلوة دي كده على الجنب بتاعها. هنا بيبقى فيه حته من تحت كده حته دهنه حلوه،
تمام؟ فلازم برضو نديها حقها لمدة قد ايه؟ لمدة دقيقتين. هنفضل نقلب فيها بالمنظر ده لمدة دقيقتين. خلاص؟ كده احنا وصلنا كام دقيقة؟ 4-4-2. 4-4-2 دي ليها معنى هنعرفه لما نخلص بعد الدقيقتين دلوقتي. فاضل دلوقتي 5. 5 دي هتتاخد كده هيلة بيلة وتخش لمدة 5 دقايق بالسنتوفة. 5 دقايق في الفرن على درجة حرارة 180. لازم الفرن يكون دلوقتي وصل لدرجة حرارة 180. هتخش تقعد 5 دقايق وتطلع، ولما تطلع هقول لكم هيحصل ايه تاني. دلوقتي خلاص هي طلعت من الفرن، احنا هنشيلها من الطاسة بتاعتها وهقول لكم هنعمل ايه. طيب دلوقتي خلاص احنا اتفقنا 4-4-2، دخلت الفرن 5 دقايق. مجموع الكلام ده كام دقيقة؟ 15. طلعت على الخشبة تمام او البورد ترتاح نفس المدة اللي دخلت استوت فيها، اللي هم قد ايه؟ 15 دقيقة. هنقول لها بقى كده ارتاحي على جنب، تعالى بقى نشوف نعمل معاها شوية كده خضار في نفس الطاسة اللي كانت هي شغالة فيها، وتعالى هنروق بقى شوية خضار حلوين كده. شوية فلفل ألوان تمام؟ في نفس الطاسة اللي كان معمول فيها الستيك، هنسيبهم كده بقى ايه ياخدوا ويدوا مع بعض لحد ما الستيك كده احنا فاضيين قاعدين جنب الستيك مستنيينها تخلص لمدة ربع ساعة. خلاص ارتاحت 15 دقيقة، ترى بقى ايه نفتح الموضوع ده، نفتح اللحمة كده نشوف قالت ايه. وزي ما قلت لكم دي التسوية اللي انا بحب اكلها بيها. ايوه سلام. بس ايه يعني بالراحة واحدة واحدة عشان عايزة تطلع بنفس الشكل بتاعها كده. دي حاجة كده شبه قصة الشريط. أنا بقى نطلع دي كده. كلام كتير ممكن يتقال في الوصفة دي. بس يعني أنا شخصيا يعني لو ما كانش تصوير هي كان زمانها خلصت. هم ماسكي عافي يعني ناقص يطلعوا يكتفوني كده عشان خاطر ما اخشش انقض على حته اللحمه دي. تاني اللي بينزل مش دم تمام، مفيش دم بيمشي في اللحمه، دم بيمشي في اورده في عروق، ده مش بيمشي في الانسجه. اللون الاحمر او البينك لون البروتين تمام. اظن كده ايه انا عملت اللي عليا. التسويه دي انا بحب اكلها كده، يعني انا باكل صدق ني انا براحتي، انا يعني انا بحبه كده. بس يعني انت بقى لما تيجي تجربها عايز تقلل الوقت هتطلع لون تاني، عايز تزود الوقت كل ما هتغمق اللون. بس ما انصحكش لو جايب حته لحمه حلوه ما انصحكش تاكلها ويل دان. انا ما انصحكش تاكلها ويل دان، يبقى انت كده بتاكل الياف. مش عايزين نتكلم كتير، عايزين نستمتع بالأكلة الحلوة اللي أنا عملتها دي. جربوها هتعجبكم، صدقوني هتعجبكم عشان أنا بحبها جدا. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.